የዒባዳ እና የትግል ወር ይቅርታ ረመዳን ልፍ ብቻ ሌላው ደግሞ ይላል እኔ ከሌሎች ይሻላለሁ። የሴቶች ማምሻ ጣፋጭ ነገሮችን በማዘጋጀት ጁሶችና ምግቦችን በማዘጋጀት ለዚህ ነው ረመዳን የታዘዝ ነው ብዙ ማለት ይቻላል።
ጾመኛ ባይተዋሮች ሆይ ይቅርታ ረመዳን فما قدرناك حق قدرك የሚገባህን ያህል ተጠቅመብህ Bahira, taufiqi hu.
جاءتنا الاخبار عندي يميل تارك درس ان احد الشباب عند وطات سلك طريق الاستقامه استقامه من جد تكتل وركب سفينه لمدانيون مركب تسافر وبدا يحافظ على الصلاه ويحفظ صلاته متطابقنا قران محافظ جمال بدا يتذكر اصحابه ترى غدنيوچو مستوس يازا كانوا يغرقون في لجج المعاصي هون بونجلنا بامص مابلوچ است يسطموناچو ود لو انهم ركبوا معه في سفينه التوبه كنسو غاري مدانيوننا يتوبتو مركب انديسافر تمني وانضموا الى قوافل العالم ويتملاشش قفلت من ديقلاقلو فلا دارهم وليته لم يفعل زيراتشو ما درج على بربت نبر هذه نصيحه لكل تائب مكرين ولهم توبه ادراجيوچ وجديد في طريق الاستقامه باستقامه من قال حديس لهوناچو لا تذهب لاصحاب الماضي ودرو غودنيوچ بيچانا تيهت خذ معك من يعينك على دعوه لما سدعوا ما درج يميغزن سويا لان الكثره تغلب الشجاعه مكنياتهم بذات الجننه ياشنفالنا زيراتشو يريد لهم الهدايه يفلقولاچو فبدا الهجوم عليهم كل مقطع بكل طقات يدرسبت جمر ايهن كان تستاوسالو ايهن كان ايهن كان الاصوات دمصوش كفالو انطلقت الضحكات ساقوش تبراتتو وقام من عندهم كنسو زند تنسى بعد ان جددوا جراحهم فمن كقسقسوا بت بحالا وحركوا في القتل بزو نغروچن بدست كانقسقسوا بحالا وبدا الصراع من جديد تقلون داديس جمره جاءوه بعد ايام كتوصلوا قناتوش بحالا ودسو متو يعرضون عليه السفر الى مكان ودا عند قربوت على مهد بقصد شراء سياره مكنا لمغزات بميل سبب قالوا له قالوتن نريد من يذكرنا اللهم يستوسن سو فلقال له ويؤمنا في الصلاه صلاه الامام امام ميون ويعلمنا الجمع والقصر جمعنا قصرا من يستمر فبينت له نفسه بزونا سمرتشلتنا كنسو غزلق وليته لم يفعل ما درج على نبربتم نبر هنا ازيا حيث يعصى الله اهون ما الله يتامصال استاجروا شقه مقر يتفرش شقه تكرار وتركوه فيها السنم ازاو استوت وذهبوا وهم يخططون اياقلو هدو كيف يعيدونه الى شواطئ الضياع مره ثانيه داغم ود طف دارتشا انديت اندميملسوت امضوا ليلتهم في سهره الليل ليلتهم بمشتا بيت حصلوا بين خمر وغناء بمططنا بموسيقى محل وهو هناك ينتظرهم السوزي يتطابقاتشوا اتفقوا مع بغي انديت تماما زمتنيا سيت هداري غير تسمعوا من يدفع لها الثمن اضعافا مضاعفه يطفطف كفيه عندي كفلو ان هي استطاعت ان توقع كشالتش غودنياچون ببلغنا متال كشالتش الله اكبر الله اكبر يدفعون اموالهم جنزباتچون يكفلالو يصدوا عن سبيل الله كالله من قال لي يزناغوت ودسوا اسغبوت ومعها خمر وشريط غناء كسواغر متطنا موسيقى كاسيتاله حتى تكون الليله الحمراء لنتوا قنين لمدرج والخمر مذهبه للعمل متط عمرون يبلش والغناء بريد الزنا موسيقى دم يزموت ملك تنيا نو قلبه وخلا بها جبات وما خلا رجل بامراه عند وند كان سيت غير بتشاون ليون هايشلم الا كان الشيطان ثالثهم شيطان ثلاثياتو قالونه بستق ولا زالت فيه كسواغر حتى سقطوا كاسا من خمر ثم ثانيا كذا ولتنيا ثم ثالثا كذام ثلاثنيا ثم وقع المحظور كزام يتكلكلوا لا يودق وانهدم في لحظات بدقيقات فررس بنيان لطالما تعب حتى لبزو غزياتوش دكمو سيغنب ينبرون غنباتا بنيان لطالما تعب حتى لبزو غزياتوش دكمو سيغنب ينبرون غنباتا نام في فراش فراشه ليتنيا عاريا مخمورا والعياذ بالله سكرنا تراقته اعوذ بالله فلما اصبح الصباح نغاتو بنغا غزي جاء شياطين الانس يسوت شيطانوش متو يطرقون الباب برون يقرقرو وضحكاتهم تملأ المكان ساقاتشو اكبابيو مولتوال فتحت الفاجرة لهم تماما برون كفتتشلاتشو فقالوا لها هاتي ما عندك كزام مالوات اسكيالش نامتشانت ما الخبر نقرين ما البشارة من على قالت ابشروا ابشروا على تشاتشو ابشروا فقدت على كل شيء كل النقر فتصموال شرب الخمر وزناهم منا متطم تطا زموتو تنيا وهو عريان في فراشه الان اون السفراش لا يراقطنو كفل لهم ولأمثالهم صفات الجبال للنسنا لمسلوتشاتشو ويستبشرون ان عقيا يدستالو يبشاشرالو الله تنصو يقولون ان صاحبهم زنا يدستالو غودنياتشو زنا سلفصمنا سلططا بعد ان كان يصلي ويقرأ القرآن كمسجدنا القرآن كمقرات بهالا دخلوا عليه ضاحكين يسحقون لا يتدستوا ودسو جبو وهو مغطى في السفراش لا يتشففنون ايقظوه كسكسوت فلان اجلي فلان فلان اجلي ملسا يسطاتشو فكرروا النداء طريو ندغغمو فلان اجلي فلان فلان اجلي ملسا يسطاتشو حركوه قلبوه في فراشه كسكسوت اغلابطوت النقام اسمع الفاجعه مردون سمانغدي صاحبنا غودنياتشن شرب الخمر وزنا ونام متططط ازمو تتنيا وما تم الليله في فراشه يزانو ليت فراشه لا يموتو تغنيا وما تم الليله في فراشه على اسفل يزانو ليت بمياستلا فصامي موته انا لله وانا اليه راجعون انا لله وانا اليه راجعون يا الله
أما كان صاحبهم يصلي ويصوم ويقرأ القرآن يسجد يصوم قرآن يقرأ النبر من أليس قد جاء معهم يريد لهم الهداية للنسو يمتعوا من مرات فلقوا النبر من فأرادوا له الغواية النسو تأميت فلقوا لتنجي لقد دفعوا أموالهم جنزباتهم جزياتهم كفلوال ليصدوه عن سبيل كالله من قر لي كالكلوت فهل سينقذونهم كالله قطعت يدون ثالنا أي أصحاب هؤلاء من أين تقوى الدنيوش ناتشون نزي وصدق الله اللهم نتناقر حين قال اندي يا لقزي ويوم يعض الظالم بدين بكتت الجوتشون بمينك سبتك أنا ستوس وامن يوتي كملك تنياو غار كتتن يوم من قربياس كنورو واتفاتي ليسني من أن أقلين وداجي أدرقي والياس كنورو لقد أضلني عن الذكر ما استوس كمت ألين بها لك ما استوس الصصاتين وكان الشيطان للإنسان خدو شيطان لسول جوار جنو فلا تصحب يتمت وندم من التقودين وإياك وإياك أريرهان اندات كرواتشو سنتت أمامات هزاج سيقودين أرد مطيعا حين أعطى أشكول قلو تهلنا هكذا حال الغالب عند الزيناتشو يسماج أتشونيتا تريد إنقاذهم للتالناتشو تفلق الله فإذا هم يخططون أن السجر أنتن كان السجر لياسط موسيقى قلو تغني الله لأنهم يغرقون مخنياتهم يسد أمونوا ويوم يعض الظالم على يديه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا عدي بن حاتم ثورة الإسلام أنا عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت سواركن ازيا وسنا ولهيا تناكركن طبكن يا الله كما تفضحنكن يا تفاق زينا حق تناقاري باكاتشو سيبالو ناتون مسكاري اي بچن باي سيكتاك بابي مكاري غورمي سيتفا وديتا تنكاري لاتكن النافكالي نبيو باري ከአንጀታ ልገኝ ሲል ከልብ ሰላምታ ሰው ላይ ሲጠፋ ፍቅርና ውዴታ ትዕግስት ችሎ ማለፍ ወይ ደግሞ ይቅርታ የጠፋ ጊዜና መልካም ፊት ፈገግታ ስስት ሲላሉ ይነቤኛለታ ከብር ሰው ያልተገኘ ጊዜ የሚኗኗሩ ሰው የት ይገኛሉ ነት የማይቀየር ሰው የቸገረ ጊዜ ሰው የሚያሳርግ ሰው ትዝ ትዝ ይላሉ ነብዩ መላልሱ የጠፋ ጊዜና ለአኼራ የሚዋደድ ለቅያማ ቀን ጥላ ብሎ የሚላመድ ሲታታ አብሮ ሚጓዝ በስልምና መንገድ
በአገሩም ሲጠፋ ዘመድ አዝማድ ወዳጅ መለው አይናፍቆ ነቢዩ ሙሐመድ ምነው አይናፍቆ ምነው አይናፍቆ የጠፋ ጊዜና ምነው አይናፍቆ የጠፋ ጊዜና ነፍሱን የሚቀጣ ቁርአንና ሐዲስ ሰው ትሎ ሲወጣ ድንግርግር ሲያደርግ ሰው ከሰው መረጣ የነቢ ሙሐመድ ስብና የመጣ ሆድ ይበረብራል አይንም ባያወጣው ሰው የጠፋ ጊዜ ሰው ሆኖ የሚገኝ ልቡማ ይቀየር ሲያጣ ወይም ሲያገኝ ወንድምና እህት ጋር የሚል አፈላልገኝ የሚል ሰው ሲጠፋ መፍትሄ ባረገኝ ነቢን ከመናፈቅ የበለት ምን ሊገኝ ያልተገኘ ጊዜ ለታናሾቹ አዛኝ ታላቁን አክባሪም ሲጠፋ እድሜ በዛኝ ሁሉም ለኔ እኔ ሲል ሲጠፋ ተዛዛኝ ሚዛን ሁሉ እሪ ሲል ሲጠፋ ተመዛኝ የነቢዩ ባህሪ ምነው ናፍቆ አይገዛኝ የጠፋ ጊዜና አክባሪ ታዳሚን ልስማሚል ሲታጣ ሁሉም ሲመኝ ሰሚን የጠፋ ጊዜና ሙሚናት ሙሚን በዱዓ ተናንሰው የሚሆኑ ባሜን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን እንዴት አይናፍቁ ሙሐመዱል አሚን የጠፋ ጊዜና ልጅ ከወላጅ ሐቁ የሰው ያለ ሲባል አባላ ቢበጉ በሀብታቸው ኮርተው ሀብታሞች ሲርቁ በእውቀታቸው ኮርተው አሊሞች ሲንጉ ነቢዩ ሙሐመድ ምነው አይናፍቁ ነቢዩ ሙሐመድ ምነው አይናፍቁ ነቢዩ ሙሐመድ ምነው አይናፍቁ አላህ አደራህን በዝነት ፈልገን ባለንበት ዘመን የሌለን አታርገን ቁርአንና ሐዲስ የሚያፈላልገን በነቢዩ ሱና የነቢዩ ወገን ለሰው ዘር ጠቃሚ ኸይረኛ ሰው አርገን 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 ምነው አይናፍቁ ምነው አይናፍቁ የጠፋ ጊዜና ምነው አይናፍቁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃቦቻቸው የቀደምት ህዝቦችን ታሪክ ይነግሯቸው ነበር። ታሪኩም ሰዎችን ከእስልምና ማስወጣት ከሃዲ የጀሃነም ናቸው ብሎ ከመፍረድ የሚያስጠነቅቅ ነበር። የእስልምናን ሰፊነት ግልጽ አድርገው ያብራሩላቸው ነበር። በእስልምና ለሰዎች ዑዝር መስጠት ሰፊ እንደሆነ ያስተምሩ ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለው ከእናንተ በፊት ከቀደም ህዝቦች ዘንድ አንድ ሰው ነበር።
አላህም ለዚህ ሰው ሀብት ሰጥቶት ነበር። በነፍሱ ላይ ድንበርን አለፈ። ከዚያም ለልጁ እንዲህ አለ፣ እኔ ግን ምን አይነት አባት ነኝ ለእናንተ? ጥሩ አባታችን ነበር እኮ አንተ አሬስ። አባትም እንዲህ አለ፣ እኔ እኮ መልካም ስራ ሰርቼ በፍጹም አላውቅም። እኔ ከሞትኩ አቃጥሉ፣ ከዛም ፍጩኝ። ከዛም አደገኛ ነፋስ ጠብቃችሁ ግማሹን ወደ ምድር ግማሹን ወደ ባህር በትኑ። በአላህ ይሁንብኝ፣ አላህ እኔን የሚቀሰቅሰኝ ከሆነ በዓለም ላይ ማንም ያልቀጣውን ቅጣት ይቀጣኛልን። እነርሱም ቃል ኪዳናቸውን ተቀበሉ። በሞተም ጊዜ አቃጠሉት፣ ከዚያም ፈጩ። ከዛም አደገኛ ነፋስ ተጠባበቁ፣ ከዚያም ግማሹን ወደ ባህር ግማሹን ወደ ምድር በተኑ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለባህርም በውስጡ ያለውን ሰብስብ ያለ፣ ለምድርም በውስጥሽ ያለውን ሰብስብ ያለ። ይህ ሰውም አላህ ፊት ለፊት ቆመ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ባሪያዬ ሆይ ይህን ለማድረግ ምን አስቻለህ አለ። እሱም አለ ጌታዬ ሆይ ያንተ ፍራቻ ነው አለ፣ ያንተ ፍራቻ ነው አለ። አላህ ወንጀሉን ይቅር አለው፣ ማረው። ይህ ሰው በአላህ ቁድራ ችሎታ ላይ ተጠራጥሮ ነበር። በአላህ ችሎታ ላይ መጠራጠር ሕይወትን ሰጥቶ እንደሚመልስ መጠራጠር፣ በአላህ ቁድራ ችሎታ ላይ መጠራጠር ኩፍር ነው። በአኼራ መጠራጠር ኩፍር ነው። አላህ ሰዎችን ከሞት በኋላ እንደሚቀሰቅሳቸው መጠራጠር ኩፍር ነው። ይህ ከመሆኑ ጋር ግን ማረው፣ ምክንያቱም አላህ ይህን ሰው ባለማወቁ ማረው። ምክንያቱም በውስጡ ያለው የአላህ ፍራቻ እጅግ በጣም ትልቅ ነበር። በዚህ መልካም ነገሮች ምክንያት